يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أدري أنت كنت السائل من أيام قبيلة ولا غيرها. أنت أخوه مصلي شيخ. قلت نعم بس في بسمة كلمة مختصرة. قلت كثيرا ما كنا نرى وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبا يأكل بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ كما قال عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مسقع ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس لأن يؤم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو جائز. تفضل يا أستاذ. شيخنا قصدت بالتلاوة مع التلاوة ترتيب يعني ولا أقرأهم لكتاب الله.